هناك المدرب احمد صبح ولدينا مدرب حراس نسيم الدوكات. هنا التصويبة منذ البداية ولكن التحدي مدير الفريق رياض طلاب حول الثاني، ولكن الانتفاضة والانقلاب بما تبقى من الشوط الثاني. هنا العرضية حارس على المرمى منذر ابو عمارة التابعة من الشطناوي، ولكن هناك نشاهد حسن حداد تحدي منه هنا للوحدات المغايرة الانطلاقة منذر خطورة الله صحوة لبقية الاندية. اذا هنا نشاهد منذر انطلاقة لمنذر، مرور لمنذر بشكل مميز، ولكن بالاستمرار البصول المرور للبصول، ولكن التغطية في النهاية من منذر ابو عمارة. منذر ابو عمارة هنا تايع الوحدات، هنا ترسل لمنذر، منذر نجم قادم للوحدات الى الامام ملعوبة اليسرى بالراس من ياسر بالمتابعة هناك بالصدر من عامر فراش البايع. منذر ابو عمارة والتدية حقيقة يعني مباراة لا ترقى لمستوى جيد. نشاهد الان الاكثر استملاكا، وهنا نشاهد صاحب المهارة من منذر الى لما اتقان 100% بوسط الملعب. منذر هنا بالاستلام التملك والتمليك تمرير التغطية بالشكل المميز. اذا مار الجدع والعودة من جديد، كل كرة الى الامام وهناك المقدام. منذر ابو عمارة هنا بالاستلام، منذر من جديد المرور والعرضية روماريو البرازيلي الاسقاط، ولكن في النهاية هناك اللملمة. منذر ابو عمارة من جديد شلبايا استلام لمنذر ابو عمارة، هنا التقدم لمنذر ابو عمارة المحاولة، وكما يشير الحكم المساعد هناك الخطأ التي يحلق من خلالها. على كل حال هنا نكمل الحديث مع الوحدات، هنا العرضية ما زالت خطورة قادمة متابعة عين لبطولة كأس آسيا، ولا ننسى أيضا هناك المسابقة الإقليمية بطولة غرب آسيا. رفت علي أليات الفرج من خلال ذلك الخبير، تسلم للجهة اليمنى، خرج أحد ثلاثة أضلاع مهمة شلباية، بقي هناك للجهة اليمنى منذر الفرج. يا منذر كما هو لسان حال عاشقي الاخضر فراش الوقفة البطل ترسل، ولكن التصدي هناك المتابعة ولا الله والله فنان من طينة الكبار حقيقة. منذر ابو عمارة نجم ليس للوحدات فقط بل للمنتخب الاردني. سجل التهديفي لم يرقى للمستوى المطلوب من الجهة اليمنى، هنا المحاولة للاختراق والمرور عبور لمنذر، ولكن احداث الوحدات يبحث عن المنقذ يبحث عن المخلص. مطرقة